يعطيكم العافية. رح نكمل إن شاء الله تعالى بشرح شابتر 33 من مادة البيوتو. طبعا إحنا خلصنا أول قبيلة فلات وورمز، القبيلة الثانية السندورماتا بالشقين لكانثوسيفالونز والروتيفيرا. هنيجي هسا على عشيرتين. هذول العشيرتين بيجمع ما بينهم عدة صفات، لهيك رح نذكرهم مع بعض. هذول العشيرتين بيعتبروا بالبداية لوفوفوريت. طبعا هون بقول لكم انه هذول العشيرتين بيشتركوا بعدة صفات، شير سيفرال تريتس. طبعا هذول السيفرال تريتس عدة الصفات، بدايتهم اول صفة انهم هذول العشيرتين لوفوفوريت. شو يعني لوفوفوريت؟ يعني بيمتلكوا اللوفوفور. عرفنا شو يعني اللوفوفور؟ العضو هذا اللي يستخدم في التغذية فور فيدينج، فهم عندهم هذا العضو بيمتلكوا لوفوفور. واللوفوفور هون حاطين لكم شرح عليه أكثر، إنه هو عبارة عن إيش؟ عضو زي الأهداب أو زي الخيوط. سبحان الله، هاي الخيوط بتكون حوالين الفم، تستخدم للتغذية. يعني زي كأنها إيش؟ زي كأنها أصابع حوالين الفم، تستخدم للتغذية، بتلقط الغذاء عشان يبتلعوا الكائن الحي. سبحان الله. بالإضافة إنه هذول الكائنات رب العالمين أعطاهم جهاز هضمي، قناة هضمية، عندهم قناة هضمية، ولكن شكلها يو شيب، يعني قناة هضمية جاية بهذا الشكل، هون الفم مثلا وهون فتحة الشرج. سبحان الله. بالإضافة إنه هذول القبيلتين ما بيشتركوا أو ما عندهم رأس، absence of head، الله ما خلق لهم رأس. سبحان الله. وهذول القبيلتين هم عندهم تجويف في جسمهم، وهذا التجويف مش من نوع السيدوسيلوم أو الهيموسيل زي الروتيفيرا، لا، هو من نوع السيلوم، هو تجويف حقيقي. لو لاحظتوا نحن قاعدين نطلع درج بالتطور، أول قبيلة كانت الفلات وورمز، كانت إيه سيلومات، بعدين الروتيفيرا صار فيهم سيدوسيلوم تجويف، ولكن تجويف كاذب. بعدين طلعنا خطوة إلى هذول القبيلتين، صار في عنا تجويف حقيقي سيلوم. القبيلة اللي بعد هيك رح نطلع خطوة ورح تشوف انه في اشي مميز اكثر. سبحان الله، قاعد الكائنات بتتطور كل ما مشينا شوي لقدام. رح نيجي نحكي عن اول عنصر في هاي القبيلة. طبعا هذول القبيلتين انا بحاول اعطيكم اياهم مرة واحدة لانهم عبارة عن سلايدين بس، رح نعملهم فيديو واحد. اول قبيلة من هذول القبيلتين هي قبيلة الإكتوبروكتس، ومن اسمه إكتو يعني خارجي، فيعني في إشي من برا. بروكتس قريبة من كلمة بروتكشن، يعني إكتو بروتكشن، حماية خارجية. حماية خارجية يعني رب العالمين خلق لهم إشي من برا يحميهم، والإشي اللي من برا اللي بيحميهم هو هارد إكسوسكيلتون، هو هيكل خارجي قاسي جدا رب العالمين غلفهم فيه وحماهم فيه. سبحان الله. وهذا الهيكل منلاحظ، هيئة الهيكل اللي هو بحيط فيهم، منلاحظ انه فيه ثقوب. هاي الثقوب البورز بيطلع منها عضو التغذية اللي اسمه اللوفوفور، فاللوفوفور extend through بورز. عندهم هيكل ومنها، وهذا الهيكل فيه زي شبابيك او ثقوب بيطلع منها اللوفوفور علشان يلتقط الطعام. سبحان الله. طيب لو جينا اطلعنا هاي شكله للكائن، سبحان الله، هذا الكائن بيشبه مين؟ لو انتوا لاحظتوا انه بيشبه شوي النباتات، طبعا بيشبه الشعب المرجانية اكيد، وبنفس الوقت بيشبه النباتات. فهاي الحيوانات هي حيوانات بتشبه ريزمبل موس. في نوع من النباتات بنسميه البريو فايتا او الموس، الحزازيات. هذا الحيوان بيشبه الموس، بيشبه هذا النوع من النباتات، فلازم نعرف هو بيشبه مين. وأنا طبعاً حكيت لكم إنه المس أو الحزازيات برضو بنسميهم برايوفايتا، النباتات اللي هذا الحيوان بيشبههم المس اسمهم برايوفايتا. لهيك هذا الحيوان مش بس بنسميه إكتوبروكتس، لا، ممكن نسميه برايو زوا. زوا يعني حيوان، وبرايو نسبة للبرايوفايت، النباتات اللي هو بيشبههم. فإحنا عرفنا إنه هو بيشبه نباتات اسمهم المس، وبنفس الوقت الإكتوبروكتس ممكن نسميهم برايو زوا. وعرفنا ليش سميناهم برايو زوا، يعني لهم اسم ثاني برايو زوا، وعرفنا شو سبب التسمية. طبعا
زي ما احنا شايفين انه هو غير متحرك، فهم سيسايل غير قادرات على الحركة، ممكن لو بدهم يتحركوا يتحركوا بشكل بطيء جدا. طيب وين بيعيشوا؟ بنلاحظ انه موست اغلبهم تمام بيعيشوا في السي مارين، يعني بيعيشوا في البحر، وبنلاحظ انهم بشكلوا مواطن بيئية للكائنات البحرية. سبحان الله، ريف بيلترز. لو جينا نطلع على القبيلة الثانية اللي ممكن أنطقها صح ممكن غلط، براكي بود أو براشي بودز، بود دائما يعني أقدم. طبعا بنلاحظ إنهم إلهم اسم ثاني لامب شيلز. لامب شيلز يعني لامب يعني لمبة، فهم بسموهم بصدفيات اللمبات، يعني إن هم عاملين شكلهم زي اللمبة. وسبحان الله لو جينا اطلعنا عليهم بيشبهوا مين؟ بيشبهوا الأصداف المحار، فهم ريزمبل كلامز، بيشبهوا المحار سبحان الله. وليش بيشبهوا المحار؟ لأنه عندهم صدفتين، تو شيل، عندهم تو هالف اوف شيل، عندهم صدفتين، واحدة بتكون دورسال علوية والثانية فنترال سفلية سبحان الله. وبنلاحظ انه جميعهم اول مارين، كلهم بيعيشوا في البحر. وبنلاحظ انهم برضو سايل، غير قادرات على الحركة، لانهم بكونوا موجودات في قاع البحر، ملزقات في قاع البحر، attached to sea floor. طيب لو جينا نعمل مقارنة سريعة ما بين هذول القبيلتين، عرفنا شو الشغلات المشتركة الأربعة، طيب شو الشغلات المختلفة؟ لو مثلا جينا اطلعنا على مثلا الأسماء، مثلا واحدة بنسميها اللامبشل الاسم الثاني، وواحدة برايزوا. مثلا بيشبهوا ايش؟ البراكي بوتس بتشبه المحار الكلامز، اما الاكتوبروكتس بتشبه المس اللي هم نباتات المس، النباتات الحزازية. بنفس الوقت الاكتوبروكتس رب العالمين خلق لها اكسوسكيلتون، هيكل خارجي يحميها، اما البراشي بوتس او براكي بوتس رب العالمين خلق لها شيل، صدفة تحميها. الاكتوبروكتس قلنا عنهم موست مارين، معظمهم بيعيش في البحر. البراكي بوتس اول مارين، كلهم بيعيشوا في البحر. وطبعا القبيلتين سيسايل ما بيقدروا انهم يتحركوا. ولغاية هنا ويعطيكم الف عافية.